إن شاء الله تكون هالقصة انتهت على خير. إن شاء الله يا ياسمين، إن شاء الله. بس مو كل شيء انتهى، لأنه خليل مين بعت عنه بلاغ إنه مفقود؟ وليش هلأ تذكروا يبعتوا مع أنه كنا رح نخلص؟ مين فتح علينا باب تاني للمشاكل بعد ما خلصنا؟ في بلاغ قدمته مرته. مالك هو يلي قلي هيك؟ في شي غريب بالقصة، لهيك عم بسأل. هذا المرحوم مالك مثل ما بتعرفي كان شرطي مسؤول عن منطقة اسطنبول. طيب ومرته لخليل؟ انتي كأنه قلتي خليل كان عايش بأدا بازار؟ إذا هيك مثل ما قلتي مرته قدمت البلاغ، معناتها لازم تكون ساكنة هي وولادها باسطنبول. ما فهمت وين عايشة هالعيلة؟ هلأ بتذكر اخته لخليل وزوجها عندهم محل بأدا بازار وبشارع أوزون جارجي، ولما خليل علق بمشاكل مع العصابات والمافيا صارت تلاحقه من محل لمحل هرب لهنيك. أوزون جارجي، هلأ فهمت، بأدا بازار. لارا لا تتخانقي انتي واختك، احسن ما اجي اضربكم. روحي شوفي بناتك قبل ما يعلقوا، انا رايحة على البيت برجع بغير وقت. يلا انتي عم تقولي انه موت مالك مانو حادث، ما هيك؟ طبعا. طيب مين عملها؟ اكيد حدا بده يحمينا. يعني واحد بيعرف انه عملنا هي الجريمة؟ اسمعي لقلك، بهديك الليلة كنا انا وانتي وروشان وياسمين وكمان لؤي، صح؟ هدول بس. إيه بس لا تنسي انه ياسمين قالت له لغسان. مزبوط، وكمان في حازم وعمر كمان. وانتي ليش قلتي له؟ اذا انتي قلتي لحازم انا ليش لحتى ما اقول لعمر؟ ماشي، نحنا ولؤي وعمر وغسان وكمان حازم، ما هيك؟ وكمان جهاد. ومين هاد جهاد؟ محامي. لما حس عمر بأنه ممكن ننكشف اضطر يطلب مساعدة منه. رفيف، يا الله أنا عقلي تخربط كتير، جيبي لي ورقة وقلم خلينا نكتب كل الأسماء. ماشي رح جيب لك ورقة وقلم. لشوف شو آخرتها لهالقصة. لا 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 مستحيل، لا مستحيل. غسان قبل ما تقول لا اسمعني بالأول وفهمني كرمال الله. عم قلك مستحيل. غسان الله يوفقك، بس اسمعني شو بدي قلك، أنا لازم طلع عليهم وأطمن، لازم شوف إذا عيلته مبسوطة ولا لا، بدي أعرف وأرجع إذا بتريد غسان. كتير خطير. وليش بده يكون خطير؟ يعني أنا ما حدا بيعرفني. أكيد رح تزلقي بشي كلمة، ما بصير هذا الحكي يا ياسمين. شو شايفني مجنونة؟ لا بس يا الله دخيلك، صار لك ساعة ما عطيتني كلمة بتفيدني. ها غسان، روشان قالت لي إنه خليل من أدا بازار وهنيك عايشة عيلته. عندي بنت خالة أمي نجلة عايشة هنيك بنفس المنطقة، بروح بنام عندها بس ليلة ما بطول، ومنه بتطمن على عائلة خليل وهيك ضميري بيرتاح من العذاب. بحلف لك يمين يا غسان، بعد ما أرجع هالموضوع رح ينمسح من حياتنا. ماشي، إذا هيك أنا باخد إذن من الشغل الأسبوع بعد اللي جاي ومنروح سوا. ما فيني استنى أسبوعين، مستحيل، أنا ما بقدر استنى. وأنا ما بخليك تروحي لحالك، فهمتي؟ انتهينا من هالموضوع بقى خلص. شوفي هلا أنا بدي روح على شغلي، بس أوعك ياسمين، أوعك يخطر ببالك هيك شغلات، أوعك. والله إذا ضميري بلش يزقزق ما فيني أعمل غير اللي ببالي لريحه. رح أروح مو على كيفك، ما فيني أستنى أسبوعين، كثير صعب. تفضلي. كتبتن يلي مكتوبين بالأحمر هنن يلي كانوا بهديك الليلة، وبالأزرق يلي صار لهم خبر بعدين، وبالأخضر يعني مين يلي قال لمين عن الحادثة. منيح؟ ايه نحن بس شاطرين بالتحليل، بس وقت الجد كلنا منتراجع لورا. وهذا شو؟ يلي عم يبعث لي الرسائل. يعني اللي عم يكتب لك الرسائل هو اللي قتله؟ احتمال كبير، لأنه قايل أنا بعرف شو عملته، بجوز يعني عمل هيك مشان يحميني. ما بعتقد، ليش ليساوي هيك؟ ما بعرف يا رفيف، من وين بدي أعرف؟ بس الناس يلي كتبتهم هون ما حدا منهم يعمل هالشغلة. أوف يا الله أنا رح أجن، ليكي بشو شغلين حالنا؟ وأنا رأيي مثلك، ما حدا مننا بيعمل هالشغلة. رفيف، برأيي في حدا تاني بيعرف هالجريمة، وكمان هو يلي قتل مالك، بس ما يجي الدور علينا ويقتلنا. يا الله دخيلك، انتي شو عم تقولي؟ هذا اللي كان ناقصنا. أهلا وسهلا. تفضل فوت، لا تضل واقف برا. لؤي مين اجا؟ سيد لؤي، حضرتك تذكرتني ما؟
لا أنا ما تذكرتك ولا عرفتك هلا. طبيعي ما تتذكرني، لأنه لما إجيت على المخفر كنت سكران لدرجة ما كنت وعيان على شي بنوب. أوه، ليش أنت عن جد رحت على المخفر حياتي؟ بالله جد؟ مثل ما سمعتي يا مدام، نحن أخذنا منه شهادة السواقة لأنه زوجك كان عم يسوق وهو سكران، وعلى شوي كان راح فيها. نشكر الله ما صار له شي، الحمد لله، نشكر الله على كل شي. على كل أنا أجيت لأحكي معك عن الاعتراف يلي حكيته بهديك الليلة. أي اعتراف؟ خالتي نجلة، أنتو عندكم بأدى بازار شارع اسمه أوزون جارشي؟ إيه، لأنه بدي أمرق عليه، في حدا بعرفه هنيك بدي شوفه ضروري. لا، أنا اشتريت بطاقة بطلع من هون الصبح وبكون عندك بعد الظهر. فتحي رح يستقبلني؟ رجع من العسكرية؟ كتير منيح. لا 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 لا، غسان ما رح يقدر يجي معي، عنده شغل. ماشي ماشي خالته نجلة، سلمي على الكل عندك. يلا بشوفك حبيبتي، سلام. شلون بده يجي غسان لو تعرفي المصيبة اللي جبت له إياها يا خالتي. ممكن أعرف أنا بشو اعترفت لك هديك الليلة بالمخفر؟ لأنه بصراحة أنا ماني عامل شي لحتى أعترف. صحيح عم يحكي الرجال السكران، شو ما حكى ما بيتاخد على حكي، وهو ما كان وعيان على شي. بس أنا شفته حكى بجدية. أنت قلت إنك ضربت واحد على راسه بالشمعدان. أنا؟ يا الله منك يا لؤي، ما بتغير عادتك، ليش بتحكي كل شي بصير بالبيت للعالم؟ ما بيجوز. الله يقطع لساني. وبنفس الوقت إجا خبر حادث السيد مالك واضطريت أترك المخفر، ولما رجعت كنت حضرتك طالع. ايه سيد لؤي، يلا احكي لي القصة، راس مين يلي ضربته بالشمعدان بهداك اليوم؟ انا بالحقيقة ضربت راسي، انا ضربني الي. انت ضربت راس زوجتك بالشمعدان معقول؟ اضطرتني. انا رح قلك شو صار، هو عمل هيك مشان يحمي حاله، لانه انا كنت كتير معصبة منه لما شفته رايح جاي على البيت وهو سكران، وما تحملت هذا الوضع. بالأخير فلتت أعصابي مني ورحت جبت المقلاية وضربته على رأسه ضربة قوية هيك. بعدين دافع عن حاله. سيد لؤي، ما بصير ترفع إيدك على مرة، وأنت لازم تروحي تشتكي عليه. لا ما في داعي، نحن حلينا القصة بيناتنا، ما هيك حبيبي؟ وكمان وعدني ما عاد يضربني مرة تانية، ما هيك يا عمري؟ طبعا حياتي، أنا وعدتك التوبة التوبة التوبة. نحن كتير مبسوطين بحياتنا. طيب مثل ما بدك، بس إذا عمل هيك تاني مرة روحي واشتكي فورا. معقولة ما روح اشتكي عليه؟ أنا فورا رح اشتكي ورح كسر له أنفه كمان. سمعت؟ في شغلة سيد لؤي، يا ريت تبعت حدا على المخفر مشان يطالع سيارتك من الحجز. طبعا طبعا على عيني. يلا بالإذن. الله معك الله معك. أنا ما قلت لك ما قلت لك هالمشروب بده يجيب لك مصيبة، شفت آخرتك وقعت بالمخافر، وما بقى غير شوي لتحكي كل شيء. التوبة التوبة، هي آخر مرة بحطه بتمي. بوعدك لحما على شوي كنا رحنا فيها. وهي وصلت البيتزا. ريحتها كتير طيبة وبتشهي. أهلين عمر. ماما، أكيد مو بابا رح يختار الفيلم. رح أزعل منك. أنا بعرف اختار أفلام كتير حلوة. طبعاً، يعني يلي بتختارهم بيمللوا والأحسن نقوم لنا. اليوم رح نحضر اللي بيختاره أبوكم. شو بدك تختار عمر؟ الكلب الأسود. خلص، برأيي اترك الأولاد يختاروا عمر. يا أولاد أنتوا اختاروا الفيلم اللي بيعجبكم، وأنا رايحة لحتى أحط لكم البيتزا، أكيد طيبة. ليش هيك؟ شوفي عمر، انت بتعرف اني بحب عجينة البيتزا رقيقة، وانت بتعاندني وبتجيب عجينتها سميكة. على كل ان يسلموا ايديك، عذبت حالك. انا رح حطها بصحون. والله شي غريب، ليش معصبة حالك وجايبة الكيك لعندي؟ انا بس بدي بروح على السوبر ماركت وبجيب. انا لا رفيقتك المقربة ولا قرايبتك، صح نرمين؟ امل، معلش نحكي أنا وياكي كلمتين. شو
شو صار؟ لقيت السيارة ومشي الحال؟ شفت علي محل ضربة تدل إنك عامل حادث؟ خلص حياتي اهدي شوي، ما في أي ضربة فيها بنوب، طمني مو أنا اللي ضربته حياتي. أوف الحمد لله ريحتني يا لؤي، مستحيل تتخيل قديش كنت خايفة ومرعوبة. والله وأنا كمان ارتحت لما شفتها هيك، لأنه عم بتذكر بهديك الليلة، أنا بعد ما أخذت سيارتي من كراج الشركة وقعت لأني شربان ومو حاسس على شيء، يعني بعد شارع وقعت ومستحيل كون أنا اللي ضربته. لو تعرف قديه كنت خايفة تكون أنت ضربته. فكرت انك قتلته للرجال، كنت عم ادعي ما تكون عاملها يا لؤي. حياتي انا اسف كثير لانه خليتك تعيشي بهالخوف والقلق، يعني انا صحيح وعدتك كثير من قبل، بس هالمره عن جد بوعدك بحياتي ما رح احط المشروب بتمي. حبيبي اذا انت عن جد بتحبني لا تترك المصح، انا مو حابه اشوفك بهي الحاله مره ثانيه، بدي اياك ترجع مثل الاول يا لؤي. حبيبي معك حق حياتي، وانا ما بدي اشوف حالي هيك، بدي ارجع مثل الاول. أنا بحبك كتير يا روحي. يا عمري لؤي، إذا تاني مرة بتروح على المخافر وبتعترف وأنت سكران قبل ما تفوت على السجن أنا اللي بدي أقتلك، مفهوم؟ بعرف إني جرحتك وبتمنى تقبلي اعتذاري، لأني ما توقعت أبداً تكوني حساسة وتزعلي مني كل هالقد. ما كنتي متوقعة نيرمين؟ يعني كأنك ما بتعرفيني؟ إذا أنا ما بقدر أقول الموجود بقلبي فبطلع شخص بلا مشاعر؟ آه؟ ما أنا إنسانة بالنهاية. أنتي نسيتي قدي زعلتي بعد ما ماتت هناء، وأنا وكل رفقاتنا زعلنا لأنه خسرناها، مظبوط نيرمين؟ يعني شوفي حياتي، شو ما صار معنا لازم دائماً نكون جنب بعض، نحن بالأول وبالآخر رفقات من زمان، منحب بعض، ما فيني يكون بلا أحساس ولا ضمير وما خاف عليكي نيرمين. الحق معك، كل شيء قلتي صح. هناء لما انتحرت وتركتنا أنا ورفقاتي وكل الناس يلي بالحارة زعلنا عليها من كل قلبنا لوقت طويل، وأنا لما رحت على بيتي التاني وقررت إنهي حياتي بإيدي كنت نسياني تماماً كل الوجع يلي حسيناه لما فقدنا هناء، بس انتي اجيتي وانقذتي حياتي، وانا ما رح انسى معروفك معي من بعد اليوم، انتي احسن وافضل رفيقة. اه نيرمين، وانتي هيك بالنسبة الي، انتي كمان صرتي احسن اخت ورفيقة الي. يا عمري شو رأيك نشرب فنجان قهوة؟ فكرة حلوة والله. شكراً لك، يعني لأنك ساعدتني بضب الصفرة بعد الأكل. أنت بعد ما تركتنا أكتر شي اشتقت لمساعدتك، يعني الشغل كله صار علي، ومثل ما بتعرف الأولاد بعد ما بيأكلوا ما بيعملوا شي. ما رح كذب عليكي، بتعرفي لشو اشتقت؟ اشتقت لكل شي كنا نساويه سوا. أنا بتشكرك مرة تانية لأنك لغيت عطلتك كمان. لا تتشكريني، شو هالحكي؟ وكمان لا تنسى قول لرشا انه بعتذر منها كتير لانه خربت لها مخططها، واكيد بتكون جانه ومعصبه. مستحيل، لا لا رشا مانا هيك، يعني هي فيها تتحكم باعصابها. لا ما بصدق ابدا، اي وحده بتتضايق لما بيخرب مخططها مع الشخص اللي بتحبه، انا متاكده هلا بتكون بالفندق عم تبكي ورح تقتل حالها. لا حبيبتي رشا مانا عصبيه ابدا، بالعكس كتير هاديه ورايقه. مثاليه كتير يعني. انت ما بتعرفيها منيح بالحقيقه. رشا متفهمه كتير ومتسامحه كمان. فهمت. مثلا رشا ما بتنتقد البيتزا اللي بجيبها. كيف يعني؟ مو انت قلتي انه عجينه البيتزا سميكه وما بتعجبك؟ اسفه ما كان قصدي انتقدك. ما في داعي تعتذري، انت هذا طبعك يعني تعودت. لا دقيقه عمر، صح بجوز انا طبعي يكون هيك، بس انا يلي ما عم بفهمه صار لي عمر معك، يعني من 20 سنه بحب العجينه رقيقه وانت بتعرف، وبتعاند وبتجيب العجينه سميكه، وانا بفكر اذا قلت لك كل مره بجوز تستوعب الموضوع. لما ما بشوفك عم تعمل اللي بحبه رغم تنبيهي لك بقول عن جد انت قصدا بتعمل هالشي، وانا بحس حالي مالي قيمه عندك منوب. والله جد؟ طيب انا بعتذر منك لأنه قارنتك برشا بس بدون قصدي. لا عادي ما تضايقت، بجوز الحق معك. عمر أنا برأيي ترجع لعند رشا، يمكن هي عم تستناك، وإذا ما رحت لعندها طول عمرك بدك تفكر يا ترى لو بقيت مع رشا
كنت رح كون سعيد وقضي وقت حلو معها. يا ترى رشا لو كانت معي كانت حسستني براحة البال؟ ورح تبقى تسأل حالك دايما وما رح تحس حالك منيح. على كل نروح هلأ لعندها، يمكن ترتاح إذا بقيت جنب اللي بتحبها. ياسمين ياسمين، صباح الخير عمري. انت هون يا روحي، صباح الخير. بتعرفي فكرتك رحتي مرة تانية. لا حبيبي ما رحت على محل، رح اسكب لك شاي. ما رحت بس رح أروح، بدي ضل عند خالتي نجلة يومين بس. ماشي، أنا بحكي مع حازم وباخد إذن ومنروح بعد أسبوعين. غسان أنا ما رح أستنى أسبوعين، مستحيل، ولا حتى بستنى ثانيتين. ضميري رح يموتني من العذاب قدر موقفي. ما عم بقدر نام بالليل من القلق يا غسان، حاول تفهمني شوي. حياتي أنا عم بفهمك، عن جد عم بفهمك، بس انت شو بدك تعملي هنيك وشو اللي بدك تقولي؟ والله ما بعرف، بس لما بشوف عيلته اكيد برتاح. ياسمين بترجاك فهميني شوي، معلش. انت بتعرفي تماما قديش انا خايف يصير معك شي وانت رايحه لهنيك، هذا من حقي ياسمين. وحياة عيونك رح انتبه كتير، ما رح يصير معي شي، لا تخاف. تمام، بعد الفطور منروح ومنشتري البطاقة. غسان اشتريتها للبطاقة. انت كل شي بتحطيه براسك لابد انك تساويه، انت عنيدة كتير ياسمين. مزبوط كلامك، وانت اكبر دليل، لما حطيتك براسي حصلت عليك. تعالي. إذا هيك بعد الفطور أنا بروح بوصلك على الكراج. بتعرف غسان هي أول مرة رح أفطر وضميري مرتاح. عملت لك هدون، دوق وحدة، طيبين كتير. من إيدك ما في أطيب منها. آه ياسمين، شو كأنك مسافرة؟ يعني لوين رايحة؟ خالتي بنتها مرضانة، بدي روح أقعد عندها خمس دقايق. خمس دقايق؟ يومين، قصدي ما رح طول عندها. منيح توصلي بالسلام. فيك ديري بالك على جلال، هو غسان موجود بس هيك بتطمن. ياسمين ايه حبيبي، بلا ما نعلق بزحمة تصير. ايه طبعا رح اهتم فيه. شكرا يا عمري، باي باي. الله معك. لما بدنا نحافظ على أي سر مندور على أشخاص لنحط ثقتنا فيهم. صحة. مندور على مين نحبه ويحبنا. باي بابا، باي حبيبي، انتبه على أمك. ها وحتى لو طرقاتنا افترقت مندور على مين نسند ظهرنا عليه. ما في داعي تتشكريني على شيء. صح، لما نحاول أن نخفي الجهة المظلمة من حياتنا كلنا منحتاج ليكون حدا معنا، وحتى أحياناً منحتاج لناس ما منعرفهم أبداً.
ياسمين قلبها كتير طيب ومن الناس اللي عندهم ضمير. هلا صحيح هي ساعدت رفقاتها وضلت عم تغطي على الجريمة اللي عملوها، بس برأيها انه عيلة الشخص اللي مات ما لا ذنب باللي صار. ياسمين بدها تطمن عليهم وتتأكد انهم مناح مشان تقدر تكمل حياتها وهي مرتاحة. يا الله، ياسمين شو صار معك حياتي؟ لقيتي البيت؟ اي وصلت على المنطقة، بس والله خايفة فوت ودق الباب عليهم. يعني هلأ إذا فتت شو بدي أحكي معهم للجماعة؟ ياسمين ما في داعي تقول شيء، أصحك أصحك تقربي عليهم، اطلعي بس من بعيد وتأكدي إنهم مناح، وبعدين ريحي ضميرك وخلص ارجعي. غسان كيف بدي اطمن عليهم من بعيد؟ لا تضحك علي وتفكرني جدبة. بعدين من شو خايف؟ معقول روح لعندهم وقول لهم قتلنا للزلمة ودفناه؟ معقول يعني؟ ياسمين حياتي انتبهي منيح بترجاكي. حبيبي شو رأيك أعمل حالي ضايعة؟ يعني جاية زيارة وكنت برات البلد وعم دور على جوز خالتي اللي عايش بالحارة. لا أصحك تعملي هيك ياسمين، انتبهي. أو مندوبة مبيعات. المهم فوت لعندهم، بهاي الطريقة رح أعرف شو وضعهم. لا تواخذيني تأخرت عليكي، الساعة 10 كان موعدنا. أكيد غلطانة، بالظاهر شبهتيني لشي حدا. مو أنت اللي بدك تشتري البيت وأخذتي مني موعد مشان تشوفي؟ آه؟ ياسمين شو عم بيصير عندك؟ مع مين عم تحكي؟ أنت صاحبت البيت؟ إيه أنا دقيت مشان أجي شوفه. لكن تفضلي لجوا. طيب غسان فايتة لجوا، وإن شاء الله إذا عجبني البيت بشتري فورا. شو؟ أي بيت؟ ياسمين بيت شو؟ أصحك قلتلك. يا ربي أنا شو سويت؟ ليش لحتى بعدت لحالة؟ شو هالغلطة هي؟ الجماعة لسه ما فضوا البيت، بالظاهر ما في حدا، كلهم برا. معناتها خليني روح وبعدين منشوف. لا ما بيصير، تركي نسخة من المفتاح معي، بعدين انتي بدك تشوفي البيت ولا أصحابينا. ايه تفضلي. البيت معنا جاهز، يعني بده شوية تظبيط. هدول أصحابين البيت. ليش بدهم يبيعوا؟ عليهم ديون كتير، وجوزها للمرة مختفي من 4 شهور ولهلأ ما بيعرفوا عنه شي. يعني ما سمعوا عنه شي أبدا؟ وإن شاء الله ما بيسمعوا، لأنه واحد حقير ما خلى شي ما عمله بمرته وببنت مرته. المهم شو بدك بهالحكي؟ تعي هلأ خليني ورجيك. بس لحظة لقلك، يلا أمشي. إذا عم بتدور على طريقة لتصالحنا فيها أنا ما رح أرضى منوب. والله ما بعرف. يا جماعة تعوا شوفوا شو إجاني اليوم، خدوا قروها الرسالة بعينكم. امسكي. ما في داعي تتشكريني بنوب. شو هاد؟ ما فهمت شي. خدي. ما حكيت لكم عن الرسالة اللي إجت لهنا قبل ما تموت؟ نفسها إجتني إلي، وبعد الجريمة إجتني رسالة تانية، وهلأ مالك مات وإجتني رسالة. يعني قصده أنه ريحتك منه. ما فهمت نرمين. يعني أنا شاكة أنه الزلمة اللي عم يبعث لي الرسائل بيعرف بالجريمة اللي عملناها وقت قصة روشان، ولما حس أنه مالك راكد ليكتشف القصة قتله. والله أنا ما بعرف القصة كاملة، بجوز في شغلات مخبتية عنا مثل ما عملتي بزماناتي. قصدك عم كذب عليكم؟ أنا ماني فهمانة هاي الرسائل ليش ما عم تيجي غير إليك وبس؟ هذا اللي بدي أعرفه. يعني اللي بحير إنه نحنا تورطنا بالقصة سوا، ليش الرسائل عم تصل بس إليك مو إلنا؟ ليش عم تحسسوني بالذنب بطريقة حكيكم؟ إذا أنتي مو مذنبة ما في داعي تتوتري بنوب. يا حاجة بقى، أنا ما خبيت عنكم شي بنوب، واللي بعرفه عم بيجي أحكي لكم إياه وما عم بخلص. خليكم عم تشكوا فيني على راحتكم. الله وكيلك أنا داخل إيه من هالقصة، ما عاد بدي فوت بالمشاكل منوب، ونيرمين تصطفل ما دخلني فيها. إيه لا أمو لهي الدرجة. نيرمين يا بنت، نيرمين. لك بس ردي، والله عيب عليكي. مو معقول العمل السهداك اليوم أنقذت حياتك. بعد اليوم إذا شفتك عم تموتي قدامي ما رح أقرب عليكي، لأنك وحدة ما بتستاهلي. يعيب الشوم عليكي، بس أصلاً أنتي من زمان قليلة ذوق.
طول بالك، أنا بعمري ما سمعت إنه سوق العقارات بيوقف، يعني بالأخير بده ينباع. لو أنا ما عندي شغل وفاضيله كنت بعته من زمان. بس ثانية لو سمحت، خليك معي. فوتي. إيه أخي فهمني. هات لشوف قلي قديش اشتقت لي. كتير والله. وأنا اشتقت لك. يلا تعال ضمني. إيه أنا كنت متوقع إنه خلال شهر بالكتير تكون بايعه. بس دقيقة، يعني ليك أنا الوراق بإيدي وما فيها ولا مشكلة؟ ها؟ يعني الموضوع أهم مني؟ آه؟ هلأ صارت المكالمة أهم مني ما؟ صبري بس شوي بترجاكي. لا لا مروان بيك مو لألك، بس كنت عم بحكي مع رفيقتي. قلت رفيقتك؟ هلأ صرنا رفقات؟ آه حبيبتي أمل عم بحكي تليفون كتير مهم، وقلت لك صبري علي بس لسكر. آه قصدك إنه هلأ أنت مانك فاضيلي ولازم أتركك لتخلص. إيه؟ خلص شغلك وأنا بورجيك وقت تجي لتحاكيني. أنا آسف كتير. خلص يا بيك أنت حل الموضوع بشطارتك. بسيطة يا سيد حازم، هديك المرة سافرت على أزمير وما حكيت، وهلأ عم تتصرف كأنه نحن غربة، بس بالأخير رح أفهم الموضوع وإلا ما أكشفك، ورح ضل وراك لأعرف قصتك. حبيبي التوست جاهز، يلا تعال. أهلين أمل، ياسمين مانا بالبيت. هالمرة ما بدي ياسمين، بدي إياك إلك. شو بدك مني؟ غسان، ليك الله يوفقك، أنت صاير صحبة كتير مع حازم، احكي لي لشوف شو مخبي عني، بدي أفهم شو القصة. حازم؟ ما بعرف، ليش شو صاير؟ مانو طبيعي وما عم يحكي لي شي أبداً، حتى سافر على أزمير وما حكالي، أنت برأيك هيك الواحد بيتصرف مع حبيبته؟ آه؟ وأنا شو بيعرفني تصرفات شو هاي؟ يعني بيكون راح بشغل على أزمير. إيش وفكرني هبلة؟ شغل شو هذا اللي بيطلع فجأة؟ هالقصة ما اقتنعت فيها. ليك غسان، أنت عم تدافع عن الزلمة لأنه صار رفيقك وما بدك تخونه ما هيك؟ ليك أنت بتعرفني قبل ما تعرفه، يعني مو معقول تبدي عني وتنسى ذكرياتنا مع بعض. بقى بترجاك احكي لي، خايفة يكون متعلق بشي مرهم للكبرة، إذا في هيك شيء اللي غسان. أمل أنا ما بعرف بقصص الكبرة وهالأمور، يعني ما بتعنيني ولا حتى حازم بيعرف فيها، على الأقل بالفترة اللي تعرفت فيها عليه. ليش ما بتسألي بعدين؟ عفوا هلأ وقتك، تفضل. ليك أنا ماني فاضية ومعصبة، بقى إذا بدك تقلي خبرية بشعة. كيف؟ الله بتشكرك كتير بدي اطلع على البحر واطلع على اوروبا سياحة، وراح اروح على الهند ورقص مثل تريرين تريرين. غسان خلصت، خلصت القضية وربحتها. تتذكروا لجوزي يوسف؟ طلعتني من نورته، كان عنده ارض كتير غالية كتير، وهالارض كبيرة كتير كمان، شي 500 دونام، صارت الي. لك يا الله الحمد والشكر لك يا رب. هالزلمة مو بزمانه حاول يخنقني، سامحته. روح الله ينور قبرك يا جوزي الغالي، والله وصلتي غنية يا امل. هلا مضطرة سكر، بحكي معك بعدين. شو عجبك البيت؟ بصراحة عم دور على بيت أكبر، بس هاد مساحته منيحة، ومثل ما قلت لك صحابي البيت متضايقين عليهم ديون، يعني مضطرين عبيعته بأسرع وقت. إذا أنت حبيتي البيت بيجوز ينزلوا بالسعر ورح تربحي كتير. برافو، حلو كتير، أمنت وثقت فيكي مشان تبيعي لي بيتي وبالآخير بدك تنصبي علي. بس يا نوران خانم، البازار هو أساس البيع والشراء مو؟ لا تفهميني غلط، وعم بعمل هيك مشان ينباع بيتك. عم يرن تليفوني، ثواني لا تواخذوني، ما بتأخر عليكم. ايه شو بدك تشتري البيت؟ بصراحة ما معي حقه غالي. لكن شو اللي جابك؟ مشان شوفه وبيجوز اتدين واخده، يعني هو هالمنطقة كتير مرتبة بس كأنه الأسعار غالية مو؟ بقى لا تواخذوني. موفقين، ديروا بالكن على حالكم. يعطيك العافية. الله يعافيك. انت شو اللي عم تعمله؟ عم افصل لهم الكهرباء. وليش عم تعمل هيك؟ ما بيصير تقطع الكهرباء على الجماعة؟
هالعالم كيف بدهم يعيشوا وكيف بدهم يتفرجوا على التلفزيون؟ يا خانم ما نون دافعين الفاتورة من 6 شهور، أنا موظف وما لي علاقة بشي أبدا. طيب خلص أنا بدفع لك، قديش المبلغ؟ دقيقة، 20,000 ليرة. 20,000؟ طيب بدفع لك 10 وبعدين رح أدفع لك كل شيء. لحظة يا مدام، مالي علاقة، بدك تدفعي بالمؤسسة. طيب أنا ما بعرف المكان، وين بدي روح أدفع؟ امشي لقدام شوي جنب السوبر ماركت. آه هي اللي بالنزلة؟ أيوة. اللي عندك طلب رح أدفع المبلغ بس لا تقطعه. طيب ما رح أقطعه، رح أستنى شوي، ادفعي بسرعة قبل ما أقطعه. يلا رايحة فورا، سكر غطى العلبة لو سمحت قبل ما أروح. يلا رايحة أدفع تكرم. بس سكر غطى العلبة مشان ارتاح. طيب. بسرعة ضبوا غرفتكم ورتبوها منيح، بدي أطلع شوفها. صباح الخير روشان. صباح النور غزل، كيفك؟ الأستاذ لؤي طلب مني جبله البريد. يعطيك العافية. عفوا بدي أسألك سؤال، يا ترى لؤي بيك بيقدر يطلع من المصح بكرة؟ بدنا إياه ساعتين بس مو أكتر. لا والله حبيبتي، لؤي مو خرج عم يتعالج ودكاترة أكيد ما بيرضوا يطالعوا. يا الله، صار لنا فترة طويلة راكدين ورا جماعة لنعمل معهم صفقة، والجماعة اليوم جايين على اسطنبول ولازم السيد لؤي يشوفهم لأنه هو الوحيد اللي بيقنعني يوقعوا الصفقة. إيه بس لؤي صعب يطلع، عم يتعالج بالمصح، كيف بدك اياه يطلع ويوقع الصفقة معهم؟ والله إذا السيد لؤي ما طلع وحكى مع الجماعة، الشركة رح تخسر شي 3 مليون دولار. شو؟ 3 مليون دولار؟ إيه. إذا هيك الوضع شي تاني، اسمعيني شوي شو بدي أقلك. أنتي روحي وخدي موعد من الجماعة، خليها اليوم على العشاء وأنا رح زبط الوضع. طيب، عم عزبك، خاطرك. هاي كيف بدي حلها هلأ؟ معقولة 3 مليون دولار؟ اي والله كتار. خلص أنا ما في داعي ألعب رياضة، هاي النزلة بتكفي، والفتلة بالسوق وحمل الكياس لحالهم بيكفوا. أمي طعمت فريدة ونيمتها. برافو عليك يا بنتي. ها. أمي فيش الكهرباء اللي عندي ما عم يشتغل بنوب. شو أنا اللي نزعته؟ شو أعمل لك يعني؟ مد شريط من الصالون وخده، مشي حالك. والوصلة خربانة، كل شي بهالبيت منزوع، ما في شي شغال. إيه شو بدي ساوي؟ والله ما عم لحق لكم شغل، الصبح بدب البيت وبعدين بروح لجيب الغراض والمساء بغسل وبكوي. إيه أنا شو بدي لحق للحق؟ شبك ساعدني شوي. إيه وأنا من وقت ما راح بابا بس قاعد عم بشتغل بداله، ونجلة عم تدير بالها على فريدة، شو بدنا نعمل أكتر؟ لا تزعلي أمي، خلص منجيب مصلح، بس بابا لو هون كان صلحها. أنتي ما رح تعرفي تصلحيها. ومين اللي قالك أني ما بعرف صلحها؟ مثل ما أبوك تعلم كيف يصلح الكهرباء وقت تنتزع، أنا بتعلم، يعني ما حدا أشطر من حدا، وأنا رح أتعلم. هلا رح أجرب ومنشوف. امشي لقلك بنتي. ليش الرسائل عم تصل بس إلك مو إلنا؟ هاي الرسائل ليش ما عم تيجي غير إلك وبس؟ والله ماني فهماني شو القصة. أوف. أوه. ولك مين انتي؟ آه مين؟ عدوي ولا عم تساعدني؟ يلا جاية. آه أهلا وسهلا أمال. أهلين فيكي يا جارتي. عم تجدبها هاي الحركات تبعك مو علي نيرمين. أنا زعلت منك اليوم، يعني والله عيب عليكي، ما توقعت تطلعي هيك بنوب. اليوم الصبح ناديت لك ما رديتي، عملتي حالك مو شايفتيني، بس قلت بجي بشوف شو قصتك، بضل أحسن منك. إيه لا تواخذيني، والله ما سمعتك، لو سمعاني كنت رديت عليكي. يلا بسيطة، رح سامحك هالمرة. ليكي نيرمين، شوفي وركزي منيح، ما في شي متغير فيني؟ مو حاسستيني عم اضوي ضوي؟ حاطة كريم على وشك؟ لك كريم شو يا هبلة؟ مو قصدي بالشكل، بعدين أنا وشي دائما ضاوي. ركزي منيح واطلعي بشكل عام، اطلعي بقلب عيوني وركزي أكتر بكتير. ولك مالك شايفة إشارة الدولار يا نيرمين؟ نيرمين أنا هلا صرت غنية كتير. تذكري جوزي يوسف المجنون اللي بزمناته هجم علي؟ الله يرحمك يا يوسف، ورتني وطلعت هالورثة مو قليلة ابدا، قرض 500 دينار غالية كتير، انا ماني متوقعة هيك، متفاجئة، بس المهم بالاخير صرت غنية. عن جد؟ اي مبروك. نيرمي ليش زعلتي وقت سمعتي الخبر؟ ومو طالعة من قلبك المبروك؟ انا شو عملت لك لحتى ما تفرحي لي نيرمين؟ طبعا فرحت لك، فرحت لك من كل قلبي وقلت لك مبروك.
واضحة الفرحة، قدموا فرحانة عم تمسحي شوك وصحون. هاتي لقلك من ايدك، حاجة تنطفي والله ما بدهن، بعدين هي السكينة بجوز تجرح لك ايدك، تركينا منها. وعقدة الوسخ لازم تعالجيها يا نرمين. يا بنت، هي عم قلك أرض 500 دونم صارت كلها إلي، ليش ما تأثرتي؟ نشفان الدم بعروقك يعني شو قصتك؟ شبك نرمين ختيرتي؟ حكي لي بترجاكي والله هيك عم تخوفيني عليكي. أنا آخر فترة متضايقة كتير. ليكي والله إذا بتضلك حابسة حالك ومتضايقة لهالدرجة رح تجيبي مسدس وأكيد رح تقوصي حالك. والله عم تخوفيني عليكي لك يا بنت. لا ما في داعي تخافي، هاي الفترة بتمر لا تاكلي هم. لازم آكل همك، أنت مو شايفة وشك؟ لك صحي، وين رفقاتك اللي على أساس على طول واقفين معك؟ ما عم شوفهم بصراحة، أنا ما عم روح لعندهم، مالي خلق أبدا. صحي عاملة كيكي كتير طيب، شو رأيك طعميكي منه؟ كتير طيب. تعرفي شو بدك؟ انسي قصة الكيك والبرك تبعك، أنا بعرف شو بدك تماما، ودواكي وموضوعك حلو عندي يا نرمين. يلا امشي قدامي لقلك. وين بدنا نروح؟ أنا ما بدي اطلع. امشي، انتي شو عم تساوي هون فهميني؟ لك أمل لوين بدك تاخذيني؟ يا روحي ما بيصير تضلك قاعدة هون، تركي وغيري جو. شو فيها؟ تركي الطبخ والتنظيف وعيشي حياتك شبك؟ أمل عم بسألك لوين بدنا نروح؟ لا تقلقي حياتي، وتركي حالك بين إيدين رفيقتك أمل. صدقيني يا نرمين رح أخذك على محل ما رح تملي فيه لا من الصحبة ولا من التسلاية. أنا مثلا كمان معصبة بس ما بحسس حدا. ليش يا ترى؟ لأنه هيك الحياة، اليوم موجودين بكرة رايحين. مثلا اليوم معصبة كتير من حازم، رجع من أزمير وما طلع أبدا بوشي. عادي خديني قدوة. شو عملت أنا؟ تن مروقة آخر رواء. خلينا نعيش يومنا، يلا روحي البسي خلصيني يلا. ليكي إذا كوافير أو هيك شي ما بروحي عم نبهك. ها كنت ناطرة على الدور لأدفع الفاتورة وما سمعت الموبايل، كيفه جلال؟ جلال منيح لا تقلقي، بعدين هاي فاتورة شو؟ ما نحن دافعين كل شي. لا مو فاتورتنا، الجماعة ما معهم يدفعوا فاتورتهم. ياسمين حياتي ما تقربي كتير من الجماعة، مو هيك اتفقنا؟ لا تنسي انت كنتي رايحة تشوفيهم وترجعي. لا تخاف، انا هلا وصلت لعندهم، رح ودعهم وراجعة، بقى لازم سكر بعدين بنحكي. بشوفك يلا، باي يا حبيبي. يا ربي شو بدي اقول لهم هلا؟ ما بدي احرجهم. اترك الاغراض هون ما بيصير، بجوز ينسرقوا. رح اتكل على الله ودق هالباب، هو اذا سالوني رح الف لهم شي قصة. يلا لنشوف. بسم الله، القصة ما بدها خوف، لا تتوتري لا تجدبيها. ها مو انتي المرأة اللي اجيتي لعنا الصبح؟ رح نادي لك ماما. ماما خير؟ انا اجيت مشان شي تاني بصراحة. فوتي بنتي. خير شوفي شو بدك. انا هلأ كنت بالسوبر ماركت عم جيب اغراض لبيتي، بس طلعوا كتار شوي وقلت لحالي ما رح روح رجعون وضيع وقت، جبت لك ياهم وبتمنى تقبليهم مني هدية. شو فكرتينا شحادي؟ أعوذ بالله لا تحكي هذا الحكي، بس يا خانم أنا عانيت كتير من الفقر، لهيك بفهم منيح يلي وضعه صعب، والحمد لله انفرجت وصارت أموري منيحة، وحلفت يمين من وقتها إنه هالمصاري اللي معي رح ساعد فيها كل محتاج. بس أكيد بدك شي بالمقابل. الله وكيلك ما بدي شي منكم، أصلاً مو محرزين هن، خديهم وما رح تشوفي وشي. طيب باخدهم. شكراً. عزبتي حالك، الله يعطيك العافية. أنا آسفة، كنت بدي إلك تفضل اشربي كاسة شاي عنا، بس عندي زيارة مريض بالمشفى وبصراحة أنا كتير مستعجلة، لا تواخذيني بنتي. أي مو مشكلة، الله يشفي. بتعرفي أنا ليش رجعت لعندك؟ ليش؟ مشان ماكينة الخياطة اللي عندك، إذا ما بدك إياها أنا بشتريها منك فوراً. شو؟ الماكينة؟ هاي مو شغالة، شو بدك فيها؟ بدي آخدها. الماكينة قطعة نادرة وبتلزمني، وبصراحة لأني خياطة قام لفت لي نظري الموضوع. بس ما عم تشتغل. أي مو مشكلة، بجيب مصلح بيزبط لي إياها. تفضلي، رح أدفع لك 20,000 ليرة بيكفوا؟ شو؟ شو؟ 20,000 ليرة؟ مشان ماكينة مو شغالة؟ ما عم صدق. لو جوزي ما اختفى ما كنت بعتها، لأنه كتير بتعني لي، بس أكيد رح يرجع. إن شاء الله بيموت وما بيرجع أبداً.